كابتن احمد بلال، عايزين بقى نخش في المباراه واجواء المباراه. شايف مباراه الاهلي والزمالك النهارده ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. مباراه الاهلي والزمالك غير خارج عن التوقعات. يعني انا شايف ان مباراه بتتلعب في الملعب. هنجيب تاريخ الدوري، مباراه ومباراه، مباراه تعادل، مباراه فاصله، يعني مفيش حد بيعرف المباراه هتنتهي فين الا بالصفاره طبعا، ده اكيد. والنهارده مباراه طويله شويه، ممكن توصل للاكسترا تايم، ممكن توصل لرمية حره، لرمية الجزاء. مباراه قويه جدا، والاثنين تقريبا زي ما قال كابتن الف الاول ان هم محضرين كويس، لان هم اتبلغوا ان في ماتش هيتلعب سوبر في القاهره، ودي كان من اميز الحاجات اللي حصلت صراحه من الاتحاد الافريقي، لان ما ينفعش احنا نروح بره 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 في الفتره دي بالذات، في الظروف اللي احنا فيها، نطلع بره 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 مصر يعني. فانا شايف ان الفرقتين عندهم عوامل كبيره جدا تساعد ان كل واحد يكسب. الفرقتين عارفين بعض كويس جدا، لعيبه كانت متواجده في الزمالك راحت الاهلي، لعيبه من الاهلي راحت الزمالك، فاحنا بنتكلم اوراق كلها مكشوفه للمدربين. يمكن المدرب الاسباني عنده مشكله شويه ان هو ما عندوش معلومات عامه، انما اعتقد الروبي هيوصل له اكيد بخبراته كمدرب في نادي الزمالك، هيوصل له المعلومه عن فريق نادي الاهلي ان هو اكيد ما شافهمش. انما طبعا كابتن طارق محروس عنده باع كبير في المباريات اللي لعبها ضد الزمالك في خلال 3 شهور، لعبها حوالي 4 مباريات أو 3 مباريات، يمكن مباراه الكاس الاخيره اللي فاز بيها الاهلي، ودي كانت نقول كده 1-1 يعني. واحد دوري واحد كاس اخر سنه، اخر سنه احنا بنتكلم على سيزون 2021 اللي انتهى. فطبعا اعتقد ان المباراه صعبه جدا، مباراه الفرقه اللي تركيزها عالي جدا موجود في المباراه ده هيكسب. الاخطاء كلها لازم تبقى قليله جدا النهارده، ما نتكلمش عن اخطاء تبقى بسيطه جدا، لازم يكون في اخطاء، بس كل ما تقل اخطاء كل ما هتبقى فرصه للفرقه ان هي تكسب. وده عامل اساسي النهارده في التركيز، المدربين للعيبه ان هي الاخطاء تقل. طرق الدفاع النهارده لازم تكون متحضره المدربين بطريقه كويسه جدا، والهجوم اعتقد ان ده هيبقى عامل مؤثر جدا في الدفاع، ان الفرقه مكسب لاي فرقه في الدفاع، يعني كل ما الدفاع كويس كل ما بتديها فرصه ان هي تكسب المباراه. زي ما احنا شايفين قدامنا مستمرين في تغطيه اتوبيس النادي الاهلي لوصوله الى ملعب المباراه، مباراه السوبر الافريقي في صاله الدكتور حسن مصطفى.